وأما قول الله عز وجل وإنا نحن المسبحون فإنه على المرء أن يكثر من التسبيح، جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حديث ينفعني وينفع أمثالي وأمثالك من الضعفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله. يعني لا يستطيع يقوم الليل، ولا يستطيع ينفق، ولا يستطيع يقاتل ويجاهد، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنه لو أنفق مثل أحد أو مثل جبل من ذهب في سبيل الله لكان قول سبحان الله وبحمده أحب إلى الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.